سهرانين الساعة تقريبا الحين 12، الشيخ نواف الظهر تو صاحي، وهذا عاد متعودين عليه ما ينام الا الساعة 2، جالسين على وشه على ماشى دلع. مستحيل اوخر انا، بس ما خلي يجلس كثير لانه بيضر اكيد، لا احد يخلي الطفل يجلس كثير على اللابتوب، الطفل ما يصرح تجلس، خلى اقل شيء 5 دقائق 4 دقائق بعدين اوخره. طالع فيني عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبودي، اب 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 اوي اوي سكت اوي باي باي اي هنا هنا وين شفر هذا ما مره اوي تو يصحى عبودي هنا ايوه كيف الحال يا ولد شغله شغله له اي مش عاده هذا ما يعرف ما عادي عندي عاده خلاص ادمان شوكة تحمس شوكة تحمس هذا معل هاي كلهم تحمس ما شاء الله يا نوار لابس ثوب ما شاء الله تبارك الرحمن متكشخين اليوم ايش عندكم؟ تروحين زواج؟ ما شاء الله يا أما على الثوب وش هالدرباوي هذا ارفع الثوب تبي شغل السيارة ترى السيارة غير ما تعرف لها الزر الحين السلام شغل السيارة يلا يلا عاد انقز المرتبة على كاد ورا ورا يقول ورا هلا قدام 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 كلنا قدام عاد يلا كلكم قدام الحين مخالفة ترى صحيح. الحين اللي عمره أقل من 10 سنوات يركب وراء. إيه نواف الله يركب وراء. صدق؟ يعني الحين المفروض أنت. أقل من 10. أنا المفروض أنت تركب وراء. راح أركب وراء. أنا عمري 16. ارجع ارجع وراء. قم 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 يلا أنت أقل من 10 سنوات. أنا. إيه أنت. لا أنا عمري 9 سنين. لا عمره 8 سنوات. ارجع. مليون. مليون ارجع. نايف اللي عمره أربط حزام يا نايف. يا سلام اربط حزام حزام الامان هناك مع الجهه الثانيه اربطه عندي عادي انت اربطه ورا كيف لك حزام ورا اربطه لك روح اربطه صدق اتكلم معك صدق اربط حزام تعلم ما عمره مربط حزام خلاص الحين من يوم رايح كل لازم حزام تربط يلا زياد بيسلم على العريس يا سلام واف خلاص سلمتوا على العريس ايه زياد ايوه تاكلون حلاو ها؟ حلاو لا 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 تاكل لا تغص لا بس نكبر أنت برورة لازم تجي أولى متوسط لازم الله أكبر يا أنت الأولى متوسط أنا أنت بأي صف؟ جامعة أي جامعة أنت بأي صف زياد؟ اثنين اثنين تعرف تأكلها يا زياد؟ إيه أبغى أكسرها لا لا تكسرها لا لا أنت تكسر هذا شوف شوف مين اللي جاء الياس فانطحت والدمان كذا الدمان شفته وش هذا ها خشمه دم خشمه ما في حلاوه يبي حلاوه اوه نايف وش هذا الكعب هذا وشو له لابسين قبوع ها بس والله جاء وقت العشاء يا نايف زياد لا تاكل لا تاكل شوف على طول طب على العشاء ايش رايك؟ اوه ما شاء الله اطلع يا الياس لا هلا لا خلاص لا 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 يا الله ايش يسوي؟ ما جلس بالصاله اللي هو تفضل على العشاء الله يحييك لا صورة شو يحييك شوف هذا زياد زياد ياكل هناك الحال تجمع مع جزارين فحلة لو تخدر عقب الزواج نايم حتى نعاله نزلها
انا اشوف فستانها الحلو. تعال شلون الزواج حلو.